بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات الصف السابع، أهلا بكم مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم عن محيط الدائرة. نتعرف على مفهوم محيط الدائرة. التعرف على قانون لإيجاد محيط الدائرة. نوجد محيط الدائرة بمعلومية القطر، ونوجد محيط الدائرة بمعلومية نصف القطر. مفهوم محيط الدائرة هو المسافة حول الدائرة. المقصود بمحيط الدائرة هو المسافة حول الدائرة. نرمز للمحيط بالرمز سي. قيمة ثابتة تساوي 22/7 أو 3.14. لإيجاد محيط الدائرة نوجد محيط الدائرة إما باستخدام طول القطر أو نص القطر. القانون الأول لإيجاد محيط الدائرة باستخدام طول القطر، C تساوي باي مضروبة في دي. باي قيمة ثابتة إما 22/7 أو 3.14، دي طول القطر. إذن C محيط الدائرة يساوي باي مضروبة في دي. القانون الثاني لإيجاد محيط الدائرة بمعلومية نصف القطر، C تساوي 2 باي R، باي مضروبة في ضعف نصف القطر. محيط الدائرة يبلغ نصف قطرها 21 سنتيمتر. في هذا المثال موجود نصف القطر 21 سنتيمتر. إذا نستخدم قانون إيجاد المحيط بمعلومية نصف القطر، C تساوي 2 باي R. 2 مضروبة في قيمة باي. في هذا المثال نصف القطر 21 هو أحد مضاعفات العدد 7. إذا يفضل استخدام قيمة باي 22/7، ثم نضربها في نصف القطر 21. إذا الناتج سي تساوي 132 سنتيمتر. أوجد محيط الدائرة مقربا لأقرب جزء من 10. في هذا المثال موجود طول القطر 13. إذا نستخدم قانون إيجاد المحيط بمعلومية طول القطر، يبقى سي تساوي باي دي، هي باي مضروبة في دي. قيمة باي 3.14 مضروبة في دي 13، ناتج الضرب 40.82. نقرب الناتج لأقرب جزء من 10. ثمانية موجودة في مكانة الأجزاء من 10، قبلها 2 لا تعطينا شيء. إذن الناتج 40.8 متر. مثال آخر، أوجد محيط دائرة طول قطرها 15 متر. معلوم طول القطر، إذا نستخدم قانون محيط الدائرة، سي يساوي باي مضروبة في دي. قيمة باي 3.14 مضروبة في دي 15، إذا الناتج 47.1 متر. لحساب محيط نصف دائرة مغلقة بمعلومية طول قطرها. نصف دائرة، نوجد محيط نصف الدائرة ثم نضيف عليه طول القطر. لإيجاد محيط الشكل، الشكل هو عبارة عن نصف دائرة. لإيجاد محيط الشكل هذا، محيط نصف الدائرة ونضيف عليه طول القطر. محيط نصف الدائرة نصف باي دي، نصف مضروبة في 3.14 مضروبة في طول القطر 10، ثم نضيف عليها طول القطر 10. إذا الناتج 25.7. وإلى اللقاء في درس آخر من دروس مادة الرياضيات. أهلا بكم.